أعلنت أيضاً مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن إصابة ما يقرب من 90 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة في الأيام القليلة الماضية. وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي إن المفوضية أحصت أعداد المصابين بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية منذ انطلاق التظاهرات في ذقار، والتي بلغت 24 مصاباً من المتظاهرين و66 إصابة بين منتسبي الأجهزة الأمنية، مضيفة أن أعداد الموقوفين بلغت 38 متظاهرا تم الإفراج عنهم بين كفالة ضامنة وإفراج نهائي. والله احنا نبتلي أبي العباس، احنا نبتلي ما حد يشوف الرحمن، ما حد يشوف الرحمن، احنا نبتلي بالعباس. انت حقكم كلها ضيع.